هذا وتواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم بعد أن أتمت جاهزيتها بالعيادات الطبية والتي تصل إلى 16 عيادة بمقر إقامة الحجاج المصريين. تحولت البعثة الطبية المصرية بأعضائها كافة إلى خلية نحل بعقد العديد من الاجتماعات لاستعراض استراتيجية العمل بالعيادات الطبية المتواجد بها الحجاج المصريين بمقر إقامتهم، والتي حرص خلالها مسؤول البعثة بالتأكيد على تقديم الخدمات الطبية والوقائية لضيوف الرحمن وتلبية رغباتهم العلاجية والوقائية بشكل فوري. كل فوق بيجي من الأطباء بنعمل له توعية ايه اللي هيقوم به في العيادات، من اول استقباله للحاج لتوقيع الكشف الطبي عليه لتسجيله على المنظومه المميكنه، تشخيص اللي عنده وصرف العلاج ليه، والتسجيل كل خطوه تمت بيتم تسجيلها على سيستم مميكن بحيث ان هو بيظهر على داشبورد لإدارة البعثة بالكامل هنا وفي مصر. كما تم تدريب الأطباء الجدد على نظم العمل بعد ربط العيادات الطبية والصيدليات وإدارة البعثة بشكل مميكن لتسهيل إجراءات الكشف والتشخيص لضيوف الرحمن. أول ما بيخش الحاج أو المريض داخل العيادة، الطبيب بيسكان فقط الباركود الخاص بالمريض، تمام؟ من خلال الاسكان الباركود بيتم قراءة جميع الداتا الخاصة بالمريض على السيستم ويتم إدخاله وتشخيصه. بعد ما بيتم إدخال الداتا الخاصة بالمريض بيتم إذا كان تم صرف أدوية، بنذكر طبعا الأدوية اللي صرفناها للمريض بكمياتها ومتابعته طبعا، وبندخل طبعا متابعة رقم الفندق الخاص بيه. أحدث التكنولوجيا كانت جاية باسم العيان. الأجمل كمان المرة دي كمان العيان بيجي بالفايل بتاعه كامل، كل أمراضه كل حاجة عنده، الأدوية اللي بياخدها في مصر، فإحنا تقريبا شاملين عارفين كل حاجة عنه، فده بيسهل لنا جدا جدا في الكشف لأن إيه المناسب ما تجيش دواء غلط. ضيوف الرحمن أثنوا على الخدمة العلاجية التي قدمت لهم من قبل البعثة الطبية المصرية فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة. احنا زميلتنا كانت تعبت امبارح في الاتوبيس بصراحه، من اول ما نزلت من الاتوبيس بتوع هنا البعثه قاموا معاها بواجب وودوها مستشفى واتخانقوا عشانها وعملوا لها بصراحه الواجب، وكان المفروض انها تنزل كل يوم وقالوا لها تعالي واحنا نجيب لك الانسولين بتاعك. بصراحه ما شفتش بعد كده، يعني احنا مطمئنين من ساعه ما جينا وجينا لكم امبارح. اللي يا بقى مش مشكله، احنا عارفين ان ورانا الجدعان، يعني موفر لنا كل حاجه جميله، ما كناش متوقعين الاستقبال اللي استقبلونا بيه في المطار وفي هنا وفي كل حته. احلى مقابله ومش عارفه اوصف لك يعني الواحد السعاده اللي الواحد فيها يعني بصراحه. ويتواصل عمل البعثة الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لضيوف الرحمن رافعين شعار خدمة الحجيج شرف لنا. أطباء البعثة الطبية المصرية يواصلون عملهم الليل بالنهار بلا كلل أو ملل لتوفير الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن أينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.